ما هي الحلول لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة؟ I think the solution is continuity. So a lot of people from Japan, where I come from, sort of start working, overwork, and then start to lose time to have connection with parents or family members. So it's really important to continuously have connection with our family, get in touch with them, so that we will be able to keep connecting with family. Like that's the key to the balance. أن يكون في توازن من ناحية تنظيم الوقت، ترتيب الأولويات خلال الأسبوع، محاولة إنه إحنا نعرف إيه هي الأولويات فيما يتعلق بكلا الطرفين، عشان ما يكونش في تأثير الجهة على جهة أخرى. ما هي السياسات التي تعتقد أنه ينبغي وضعها لمكافحة القضايا الحالية التي نواجهها في تغير المناخ؟ واحدة من السياسات اللي كثير مهمة إن إحنا نعتمدها بعالمنا اليوم لحتى نساعد بحل التغير المناخي هي اعتماد أهداف التنمية بالعالم، اللي هي بتنص على إنه الدول والمنظمات تحاول تعتمد الاستدامة بعملها وبتصنيعها لحتى نحن نحاول نعمل عالم أخضر من العالم اللي إحنا عنا إياه هلا حالياً. أرى أنه يجب فرض ضرائب تعويضية على الدول المتقدمة ودول العالم الأول التي ساهمت في إنتاج هذا التغير المناخي صناعياً. كيف يمكن بناء مدن أكثر شمولية وتقبلاً للتنوع الثقافي؟ I think people, to start with, need to understand that culture of diversity is an important aspect of being in a community. And I think that comes from top to bottom. So it comes from socio-political and economic decision-making that would help to instill this in the community that we're living in. أنا أعتقد أنه ممكن يكون أكثر تقبل للثقافات الأخرى لما نمنحها فرصة نتعرف عليها بعيداً عن الأحكام المسبقة والصور النمطية، إنما من أصحاب الثقافة نفسها وبالتعايش معهم والتعرف على صفاتهم وعاداتهم.